فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يصلي ثم مات، فهل يصلى عليه؟ إذا ثبت أنه ما يصلي فلا يصلى عليه، لأنه لم يعمل بلا إله إلا الله. الصلاة من حقها، بل هي أول حقوقها الصلاة. نعم.